قول يا راجل كل، ده احنا قلنا كالتك الديابة وانت رجعت كيف؟ ما عرفش. يعني ما تعرفش؟ اللي بيحصل ما ينفعش يتوصف. حاجة جوايا قالت لي امشي في السكة دي، لقيت نفسي هنا. حاجة زي نداه، صوت، شكلي طلعت دلال صحة زي أبوه. دم الدلالة بيسري في عيلتنا. قلت يعني عشان تهت ورجعت مفروض تصدقوك؟ استنى يا سلطان، قال لك امشي ورا الدلال لحد باب المجابر. بقول لك ايه يا طايع، سيبك من الوكل ده، انا عازمك، هوكلك وكل احلى من ده. في البيت عاد، لما الحكومة هجمت على بيتنا القديم وهدته، خدت اللي فضل من هد البيت على اللي ينفع من العفش، وجيت هنا بنيت حفرة حفرة. أبوكو ده كان أحسن دلال شفته في حياتي، وإحنا أكيد ورثينها عنه. الله يرحمه. ليه؟ تأكد إنه مات؟ أبوك لو كان لسه عايش ما كانش ساب لنا ولا مقبره نلاقيها. انت هتشتغل معانا. بالسهوله دي؟ لما يلاقي حاجه عليها القيمه نبقى نشغلوه. انا مش مالي يدي من موضوع الدلاله ده، ساعات بيروح وساعات بيجي. نجربك ونشوف. انت اللي وصلتهم للمجابر؟ أيوة. طبعاً ما لقوش فيها حاجة. مغابر عمال. أنت وصلت كيف؟ وصلت زي ما أنت وصلت بالظبط. استعبطش. أبوك كان بياخدني المكان ده وإحنا صغيرين. وأنت فاكر وأنا فاكر. يعني ما فيهاش شغل دلالة خالص. أبوك دلع على المجابر دي زمان، خلاص اتهمت. كانش قدامي غير اني اقول اني دلال عشان الحماية. وهتعمل ايه لما يطلبوا منك تلاقي مجابر تاني؟ معرفش. هيعرفوا انك كذاب وده هيحصل قريب، وقتها هيدبحوك ويدبحوني. طب هنعملوا ايه؟ نهربوا؟ هيجيبونا لو طلعنا القمر. رضا عصران كان هيقتل واحد فينا، لكن دول هيخلصوا على العيلة كلها لما يكشفونا. لما اللي انا عملته غلط عملت زي ليه؟ عشان انجدك. وجع حربي. وجع حربي؟ كيف؟ عشان مين؟ أحسن لك ما تعرفش. أرك خير يا رئيس سلطان، الدكتور كمان بقي في حمايتنا.
النهارده هيكون معاك اتنين حرس. مش داعي لحكاية الحرس دي، ولا ليا ولا الفوات. كيفكم؟ يلا. انت مش عاوز الحرس ليه؟ هنوجع حرب كيف؟ قول لي، انت بتشتغل مع الحكومه؟ في حاجه تحصل لك ما تعرفهاش. جابر وقف. هو ياما راح اقتلهم اللي يحصل يحصل. رجالة حرب هيقتلوك. اقتلوني واخلص. لو بيجي تعبنا معاهم هينحص مع اسرام الدنيا. اصبر شويه. اصبر لحد ميته، لحد ما امه واخته يشتغلوا مع حربين. لا، لحد ما حربي يعرف انهم كذابين. وهيحصل كلها كم يوم وهيحصل. عاوزينك بره يا استاذ. مين اللي عاوزني؟ ولي امر متضايق قوي، مش عارفه بتعمل ايه في العيال. حارس شافوك؟ لا، محدش شافني. نطت من على السور. انت اسمك ايه اصلا؟ ما فاكراش اسمك. بتردها لي يا موجي؟ ايوه بردها لك. جاي ليه؟ جيت عشان اشوفك. جيت عشان اتوحشتك. توحشتني؟ او كلام ولد عم حديد. اخر مره قلت لك الكلمه دي من 3 سنين. كان نفسي اقولها لك لما جيت تزوريني في السجن. ما قلتها ليش ليه؟ اللي وقف لسانك. كنت خايف عليك. كنت عاوزك تبعدي. ودلوقتي ما بقتش خايف عليك؟ افضل اخاف عليك طول عمري. بس قريب قوي. لا انا ولا انت يا نبجو خايفين. كيف؟ وهتعمل ايه في حرب ولاد عسران؟ انا خلاص بشتغل مع الحكومه. يا مرك يا مهجة يا مرك، بتشتغل مع الحكومة؟ بتمرريها ليه؟ بتشتغل مع الحكومة؟ أيوة. ولا هيبقى في حربي ولا هيبقى في ولاد عصرة. كيف؟ أكيد بيضحكوا عليك، مش ضمنك إن الكلام ده صح؟ ويضحكوا عليها ليه؟ هم عايزين يقبضوا عليهم. ولو قبضوا عليهم ومسكوه، ولاده هيسيبوه؟ ولاده مش هيعرفوا إن أنا اللي سلمته. لا هيعرف، هيعرف. ما تعملش كده، أنا خايفة عليك. مش مهم أنا. المهم انتي هيبقى حل عنك وغارف دهي. لا المهم انت، ساعتها مش هموت من الطار اللي علي، لكن هموت من حزني وقهرتي عليك. ده الامل الوحيد يا موتش. ما تعملش كده. لو صاحي بتحبني ما تعملش كده. بحبك طبعا. انتي بتحبيني؟ يا ريت بلاش حكايه الضرب على الوش دي يا ابله. الواد نفسيته تعبانه قوي. في ايه؟ مشكله كده مع ولدي واتحلت خلاص. ولد حضرتك اسمه ايه وفي سنه كام؟ لما هي المشكله اتحلت خلاص يا بيه، وتشكرين. سلام عليكم. انت بتضربي ولد بالقلم على وشه؟ يا بيه هو الواد جليل الادب، الاستاذه ما غلطتش. بتربيه. حصل خير. سلام عليكم. مين ده؟ ما عرفاش اسمه. وانا كمان واحده يا ابني. عرفت المكان فين؟ لا، سابوني في الصحراء، كنت هموت. ايه شكوا فيك؟ كان اختبار. الحمد لله انت كويس اهو. صدفه. بقول لك كنت هموت وبسببك. طايع، انا ما ضربتكش على ايدك عشان تشتغل معايا، ده كان احسن حل عندك. دخلت لي السجن واحد عاوز يقتلني وتقول لي ما ضربتكش على يدك؟ اخلص يا طايع. مكان حرب فين؟ معرفش. غموا عيني. معرفتش المكان. اشرب دي. رايحين على فين؟ رايحين مشوارك ده. في
الشغل النهارده ولا ايه؟ لا، روحنا الناس. الحكومة هتهاجم النهاردة. ايه؟ تعرفش ولا ايه؟ يعرف كيف؟ اسألوا. عارف من ايه؟ متشغلش بالك، خلاص قربنا نوصل. عايز كل القوات تستعد، عدد كبير في الموقع. ده المكان؟ آه. فين الناس؟ خلعوا. الموقع ده لسه مردوم حالا. عرفوا إن إحنا جايين. حصل إيه يا ريس حرب؟ عملنا ايه يا رئيس حربي؟ الدكتور بيشتغل مع الحكومة. ما حصلش. كان أول يوم شغلي ليه معانا امبارح، والنهاردة الحكومة هاجمت على مكان المجابر. يبقى ايه؟ ده نبقى غشيم قوي. أبلغ في أول يوم شغلي ليه؟ ما يمكن حد تاني واختار النهاردة عشان يدبس طايق. هو واللي مشغلينه كانوا فاهمين إنه هيتقبض علينا قوام. ما تعرفش إن أنا أعرف كل بوكس في المركز بيمون بنزين كام، ولو عجلة ضربت بعرفها. بقول لك ما حصلش يا رئيس حرب. يا رئيس حرب طايع مش ممكن يعمل بده. امسك الطبانجة واقتل الخاين يا فواز. سيب بقول لك. سيب. يا رئيس حرب. بقول لك ما حصلش. اقتل ولا تموت معاه. اضرب يا فواز. اضرب هتموت. اضرب. اضرب يا فواز هتموت! خلص! سيبني! افتحوا المقبرة دي! حاضر يا ابوي! لا يا رئيس حرب! لا يا رئيس حرب! فواز ملوش ذنب يا رئيس حرب! سيبني بقول! ارموهم التنين! لا! لا يا رئيس حرب! يا رئيس حرب احنا مستحيل نعمل كده! رئيس حرب فواز ملوش ذنب! ارمي! اطلع يا فواز! يا رئيس حرب فواز ملوش ذنب! اقفل! فواز! اهدى يا فواز! اهدى مش هتفتح! هتولعتك! دي مقبرة عمال ومنهوبة، ما هنش عليهم يدفنونا في مقبرة ملكية. ضربت عليها نار، كان زمانك بره دلوقتي. كانت هتبقى ليا موت احسن من دي. حاولت، كان نفسي اقدر، بس مش عشان اعيش، عشان انت السبب في كل اللي احنا فيه ده. مش انت اللي بلغت الحكومه وموتنا؟ ما بلغتش حد يفهم. انت مش راجل. هربت ودخلت السجن وسبتني وسبت امك واختك. انت اتجننت ياد ولا ايه؟ اتجننت؟ انا لو عايز اهرب كنت دخلت روح السجن ليه؟ ما كنت مشيت وما عرفتليش طريق. انا دخلت نفس السجن عشان الطار ما يتاخدش منك، عشان ما تموتش. كنت سبت انا اموت.
ايه كل ده يا رئيس حربي؟ ايه زيارة عائلية؟ مش انت نقلت في أرضي؟ جايين اطمنوا الأرض عاملة ايه معاك؟ العمدة هددنا، العمدة هددنا لو ما خدناش الأرض والله، واحنا ما كناش عاوزين ناخدها عشان عارفين انها كانت بتاعتك. ما هي لسه أرضي وهتفضل أرضي، ايه يعني نقلت ملكيتها في الأوراق؟ واحنا من متى بيهمنا أوراق؟ الأرض دي ولادي دول كلهم اتولدوا فيها، وبنتي سماح ماتت فيها. هو في ايه يا رضوان؟ خش جوه، خش جوه يا ولية. هات البت دي. بلاش البت يا رئيس حربي. تعالي يا حبيبتي تعالي. لا بسم الله ما شاء الله. ليه يا رضوان تعمل في بتك دي؟ سعدية خدي بالك من البت دي بعد رضوان. أحب على يدك يا رئيس حربي، ما تقتلهوش، ملناش غيره. هو انا يعني فرحان بقتله؟ ده حتى صعبان علي، وصعبان علي اكتر البت دي اللي هتتربى يتيمه. بس انا لو سبته ابقى فرطت في حق عيالي وهيتداس علينا. بس اطمن، البت دي في عينيا، علامها وجوازها في رقبتي. احب على يدك يا رئيس حربي، ما تقتلهوش، ملناش غيره، هتيتمه. ما هو ما ينفعش، ويا ريت ينفع. وانا لو سبته غيره هيتجرع علينا، انا هشوفينا ابقى كده فرطت في حق عيالي. ولا يا رضوان دخلهم جوه. خد البنت وخش جوه. يلا واسمع الكلام. قول يا كمين، العمدة جاي ومعاه الحكومة، لازم نمشوا. طب يلا 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 يلا. حرب اتصال ان شاء الله فيها جدار. عملت ايه؟ ما عملتش. ضربت نار على مين؟ طايع ولا فواز؟ انطق. ضربت نار على المتحاميين فيه. حربي يستاهل عشان بيعمل اسعارها طار. يا مر وشافوك؟ لا اوعك تقول لحد ولا مخلوق. كنت باجي رد رد. صح شفته بعيني. ده هي اللي ترجعوا. الحكومة عرفت منين انه هاجم على بيت رضوان للادي؟ اكيد ليهم عيون عنده. ايوه يا ازهار. طيب رجع؟ لا هو ولا فواز. اشمعنى؟ هم عند حربي؟ يما هو طايع فواز لسه عند حربي؟ ما تقلقهاش. أنا يوم اللي بسأل. عند حربي فيه يا موجه. حربي ضرب النار. جربك حاجة؟ كلها ساعتين ثلاثة والأكسجين هيخلص وهنموت. عايز نموت وإحنا زعلانين من بعض؟ مالكش صالح بيه. خلاص حقك علي يا واد. ما تنشفش كده يا واد. أنا كنت بغير لك وأنت صغير. أنت ولدي مش أخوي.
لك يا فواز؟ قوم احفر معايا. احفر ليه؟ يمكن الاقي قدره فيها ماده الطحنيت، هي اللي عملت كده في المومي. ولا خليها مدفونه. ابوك كان دايما بيدفنه، ما كنتش بفهم ليه، بس دلوقتي فهمت، كان بيخاف تولع الدنيا. مش كفايه علينا قله النفس اللي احنا فيها دي؟ عاوز تولع فينا كمان؟ بقيت لمد وحديتك كتير. فواز، فواز قوم، قوم اتنفس، اتنفس يا فواز، فواز. وسابنا تمع في مقبرة زي ما بيقولوا ونسينا. لو تفهم العلامتين دول معناهم ايه؟ ما كنتش قلت الكلام ده. العلامتين دول انا وانت، دي كانت انت ابوك في اي مقبرة بيلاقيها. أبوك ما يمنعهوش عنا غير الموت يا فواز، فاهم؟ بالقدرة أبوي كان بيكسر الجدور عند الباب. هتفرجع الباب لقيتها وراي. ها فواز، حط من اللي في الجدرة على المومية، بعدين حط المومية فوق الجدرة، فهمت؟ فواز انزل. ابعد!